بعد إعفاء محافظ البنك المركزي كما تعلم من منصبه تعيين العلاق بدلا منه وكالة، هل تحل أزمة الدولار في البلاد أم ليس بالضرورة يعني أن تحل الأزمة من خلال فقط تغيير الوجوه كما وصفه البعض؟ يعني أنا أعتقد لو الحل عند الشخوص لم ولن نجد أفضل مما وصل أن يصبح محافظ البنك المركزي فقط المرحوم سنان الشبيبي الله يرحمه، هو الذي كان مسيطر وكان لا يجامل أي سياسي أو أي مسؤول لا تشريعي ولا تنفيذي. أما من يذهب محافظا ويأتي بمحافظا جديدا أعتقد هي الأزمة ليس بالشخوص. بالتالي حتى السيد علي العلاق، ليش هي ما كانت هناك أزمات في فترة السيد علي العلاق؟ مو كانت هناك منح إجازات لشخوص أطفال الآن يملكون مئات الملايين من الدولارات وأصحاب مصارف في العرصات وفي الكرادة وفي الحارثية وكثير من المحافظات العراقية؟ لا، المشكلة ليس في الشخوص، المشكلة في الإدارة والإرادة. نحتاج إلى إدارة منضبطة ونحتاج إلى إرادة سياسية متوافقة من أجل خدمة البلد وخدمة الدينار العراقي، لأن أنت الآن ستواجهين مشاكل كثيرة لا سمح الله. أولا انخفاض أسعار النفط يعني انهيار للدينار العراقي، وصعب جدا العائلة العراقية أن تستمر، وسنعود إلى أيام الحصار وأيام الجوع وأيام العطش وأيام وأيام أكلنا بها الطحين الأسود والمي القابط. لكن تعلمين أن أغلب الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي لم يعيشون ما عشنا بها بالأيام التي عشنا بها، تحملنا ما تحملنا من أجل الحفاظ على كرامتنا، وهناك من فقدوا الكرامة من أجل أن يزيدون ثرواتهم وأموالهم وأملاكهم. الأمر الآخر، الشخوص ليس المشكلة في الشخوص، انخفاض أسعار النفط هذا سيضر بالاقتصاد العراقي، لأن ما عندنا الآن لا عندنا زراعة ولا عندنا صناعة ولا عندنا تجارة، عندنا كل استيراد، وأغلب الاستيراد هو غسيل أموال، وأغلب الاستيراد هو استيراد وهمي. نعم. بالتالي ينبغي علينا وينبغي على السيد السوداني الذي نعول عليه ونعول على القضاء العراقي وعلى كل الشخصيات الوطنية أن تكشف من الذي سرق العراق وما الذي أوصل العراق إلى هذا الحال. شكرا. وسرقت ثرواته والمال.